السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين الخوت؟ صافا عليكم، كلشي بخير الاحوال. كاع الناس اللي كيحبوا هاد عبد المذنب الله يحفظكم جميعا. اليوم ان شاء الله الخوت ان شاء الله بحول الله غنفطروا الو خويا كيف العاده، راك عارفهم الروتين اليومي يعني العادي، كنطلقوا الحميمات كنيطواي وداكشي، كنبغيش نبداو نكثروا من هادشي هذا باش ما تكونش بساله باينه. غندير فيديو كنيطوي نيطواي كلشي عارفه، ندير فيديو كنصبغ يعني كندير اي حاجه، ما بغيناش نبداو نقاول من داكشي، علاه كنديروا فيديو هكا وفيديو هكا. عندنا لكم واحد التخليطه من عند البطل الكبير كمال الديار الفرنسيه، كنجد تنشكرو ولاني انا كنهضر مع الناس المبتدئين. انا الخوت صحاب ستيلو احمر الحمد لله، ما عنديش بزاف، عندي هذوك الدراري الصغيرين اللي كتلقى بعض الخطرات كي فهمتيني كيقول لك واه جاوب اعمي وهذا وهذا، ما لا حرج عليهم، هذوك ما كنهضروش عليهم فهمتيني الاخوان، ما كنهضروش عليهم. يعني اللي بغيت نقول لكم واحد التخليطه عطا لي الاخ كمال من الديار الفرنسيه وتبارك الله عليك خويا كمال تحياتي. والتخليطه هذه راه ماشي تنقول ما عارفها حد، راه فايت قال لي واحد الاخ هنا فنيت هنا في المغرب، يعني كاين الابطال اللي كيديروها، كاين الابطال اللي كيخدموا هاد كيديروا هاد القضيه. انا ما نكذبش عليكم ما عمرني درتها، وانما فاش هو صيفط لي الفيديو الله يجازيه بخير يعني كيبانت لي خدامه، غير المكونات ديالها، المكونات ديالها يعني ديك الخلطه راها مزيانه، راه تبارك الله البريشي اللهم بارك، الحمامه كتولي تمشى هكا. الطوبي عرفتي كي كيولي يدير هاكا الطوبي، كيبقى يدير الدفلي بحالك كيقول لها طلع تشرب القهوه وشكون اللي قال لك. يعني تخليطه الخوت كنبغيو نبسطو شويه. دابا غادي كيف العاده غادي نطلقو الحميمات يهبطو يدخلو، واخا عندي ما خرجت الشنيبرات كيف كتلاحظوا الاخوان، راه معايا البنيه هبه هبه. ها انتم الخوت اجي حيده بنيتي ديك الميكره، هي خرجت الشنيبرات وحطيت لهم الماكله هنايا، ها بقات الدره الحمراء مشتته هنا. علاش خليت لهم كتحط لهم هنا؟ حيت هما الشنيبرات باقيين صغار، ما تي يعني باقي ما معتمدينش على راسهم بزاف، بغيت كنعزلهم. اللهم كندير لهم هاد اللعبه هادي، الا ما كنتش كندير لهم بحال هكايا كيطلعوا ضعاف، يعني باش غياكلوا مع الحمام الكبير راه صعيب، ضروري الشنيبرات يتعزلوا الخوت ياكلوا بوحدهم عاد يدخلوا للسجنه، حتى تيقصحوا واحد شي شويه وعاد عاد الخبر في راسكم عاد كيتخلطوا مع الحمام. يلا ما علينا، دابا الخوت حنا غادي قلت لكم غادي نطلقوا واحد نطلقوا هكا. تحياتي للجميع، اسمحوا لنا الخوت ما وضعناكمش في تجربه الحمام، الحمام روتين عادي، راه ما الحميمات دابا راه الحميمات تبارك الله ولينا هاد الاثناء هاد الايام الخوت كيخرج الطير بزاف. الحميمات هما جينا ضد الذكور، هادو الذكور هادو تبارك الله يا ربي تبعد علينا هادشي هذا، بغينا بغينا نتولعوا، مازال الحمام عندنا شيطه اش غنديروا ليه، بغينا نتولعوا بغينا نصيفطوا 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 نصيفطوا. السحاري السحاري، شوف الحمام واش كيبان لك زعما، واش شدي شوف التليفون هاكا كشدي في التليفون كديرها فاطمة الزهراء، راه حيت انا ما كنشوفش مزيان، واخا نشدو ما كان كيبان ليا في التليفون والو. تحية خويا عبد العالي اوريغ، خويا عبد العالي ديالنا خويا السونتر، ونقول لك اخي عبد العالي تحياتي. خويا رضا، عرفتي شكون رضا؟ رضا ولد حومتي ولد سلا، انا والله تنوريكم المنزل ديالو، ها المنزل ديالو اخ رضا تحياتي، ها المنزل ديالو راه كان خوته هو كان حمايمي، ها هو المنزل ديالو الاخ رضا ولد سلا ولد الشيخ مفضل، تحيه كبيره من هذا المنبر خويا. ايوا نتمنوا الخير للجميع. هاك شدي 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 وشي بغاو يشدوا لك، شتي واحد الحمامة هي بغات تهبط شيا، ها هو دخلي شي هذا الصخور هذاك، هذا واحد الزغلولة الإخوان، هذا ماشي ديالي هذا الزغلولة، هو التحتاني دفلي راه هو مشى من لي راه غادي يجمعوه،
راهو تحسن بوحدو. الدفلي ماشي ديال لي زغلول، ما عندي ما ندير به، انا ديالنا وحرنا معاهم. وتحية خويا خالد من سيدي سليمان. اخويا خالد انت اللي عيطتي لي البارح، البارح لوي البارح. وما نساوش خويا الفلالي مدينة سالة، السي الفلالي. وخويا نبيل العمري من الرباط، الله يحفظك خويا نبيل العمري على المكالمة. خويا محمد بشار من الجزائر، خويا يوسف من الدار البيضاء، خويا جهاد من ايطاليا، الله يجيب لك الشفاء خي جهاد. خويا عبد العالي اوريغ، راه ديجا ذكرناك اخويا. السي كمال التخليطة ديالك غادي نقدمها اليوم اخويا كمال. خويا العباسي اسبانيا، وخويا سمير من كندا، ونزيدوك عبد المجيد من هولندا، من هولندا من كندا. خويا عبد المجيد من كندا. خويا دريس سيدي سليمان، تحياتي خويا دريس. خويا عبد الله من سيدي قاسم، ويوسف من فرنسا، وعبد الرحيم من اسبانيا، وعزيز من بلجيكا، وخويا عبد الله من امريكا، وخويا خالد فكري من الديار الامريكيه، وخويا عزيز من سيدي حيا الغرب. الناس ديال كازا تحياتي، الناس ديال سيدي سليمان جميعا تحياتي، الناس ديال السلا والرباط، الرباطيين الرباطيين الله يحفظكم جميعا، ونتمنى الخير للجميع، لجميع الاخوان نتمنوا لهم الخير. يلا بنتي دابا. السلام عليكم ورحمة الله. الخوت هذه هي التخليطة اللي كنا ديجا قلنا لكم، هي هذه عبارة عن تخليطة، راه هي تخليطة عادية الإخوان. وهذه راه كنهضر مع الناس المبتدئين، الناس الواعرة اللي كتعرف، كاين الناس اللي عارفين فري بصح ما كنهضرش معاهم، الناس اللي باقي الله مبتدئين، الناس المبتدئين. أنا راه التخليطة ما نكذبوش على الله ما عمرني درتها. فيت قال لي واحد الأخ على ما كنظن من ناحية الغرب، كان قالها لي على هاد القضية ديال دانون والبيض هادي. وهادي راه أكثرية كتعطى النهار ديال لونجمون، النهار اللي كتبغي تهز فيه الحمام كتعطي هاد الوصفة هادي. أشنو درت الخوت هنايا باش ما نطولش عليكم، درت جوج ديال دانونات لأن التخليطة عندي بزاف، درت جوج ديال دانونات عادي ديال الفاني، يعني دانون عادي. وراكم كيف كتعرفوا بالنسبة لدانون راه عامر بالبكتيريا النافعة، دانون راه كله بكتيريا نافعة، بليس كو سا راه غني بالبروتينات الحيوانية، باش نعرفوا هاد القضية، غني بالبروتينات الحيوانية. وباش ما نطولوش عليكم درنا جوج دانونات الخوت اللي هما هادو، ياك، حنا غادي نديرو هادشي هذا كامل غادي نخلطوه في آخر مطاف غادي تخلط، وكنزيدو واحد شوية ديال الزيت الخوت هادي راه كنت ديجا داير فيها طحن فيها الثومة، كنديرو الزيت ونحركو، نديرو واحد شوية ديال الزيت الخوت هاكا كيف كتلاحظوا. حيدنا الزيت حيت هادشي نورمالمون كلو غادي يتخلط. كنهرسو هادو، هذا هو السر، هذا بيض بلدي يا الخوت. البيض راكم عارفين اخويا الخوت، البيض باش غني، البيض غني بالاوميغا، البيض غني بالاوميغا بليس كو سا غني بالبروتينات الحيوانية، غني بالبروتينات الحيوانية، يعني البيض راه شي حاجة اكسترا. ما نعاودش ليكم الخوت كيفاش غنهرسو هاد البيضة. راني معلم، شوف 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 المح ديالو كيداير. أنا الخوت ها وما نسينا واحد القضية الخوت ما طلعناش، حنا غنجيبوها دابا، غادي نقطعوا الفيديو غادي نجيبوها دابا. الخوت ما علينا، كنجيبوا هاد المكونات هادي كنحركوا هادي كامله، عاد كنزيدوا شويه بشويه، نحركوا بعد هادشي هذا الخوت. ها انتوما الاخوان، ها انتوما دانون يا دانون، ايدو هذا القضيه الطاقيه هاد البيض هذا ما نعاودش لكم الخوت. وتنشكر الاخ هادي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله غنخدم بها ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. هذه غادي نديرها في الوقيته ديال لونجمون، ومازال غادي نوريكم شنو غادي نزيدوا عليها الخوت. وهذه راه ما كتعطاش ديك الساعه، هذه ان شاء الله كتعطى حتى الغد. دابا هذه غادي نخلطها وغادي تبات، وان شاء الله غدا عاد غادي ان شاء الله غدا عاد غادي نعطيها. شوف الصوريه، شوف 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 شوف
الصغير ما دا شي والكبير ما دا شي، واللي قدام العقل الكبير. ودابا كاين اللي كيتفرج فيديو وما عارفش، يعني اش نقول لكم، تبان لي هادشي غريب، يقول نعطيو للحمام البيض ونعطيو لهذا ولا راه عادي. والله الناس كاين الابطال تيخدموا بهذه الطريقه، هذه الوصفه ابطال تيخدموا بها. انا مازال غادي نزيدو نخلطو كيما يدار، غادي نخلطو الاخوان وغادي نخلطو. سيروا بحالكم نتوما، صوروا هاد الناس هذا، سيروا بحالكم. والله الا هزا كلا يلا تاكل البيض ولا الخوت. كنزيدو واحد شويه الملحه، راكم عارفين الملح الخوت كيقتل الحناس، الملح كيقتل الحناس وتيعمر البريش ديال الخوت وتيتهلا حتى في الريش. الملح راه ما تساهلوش بالملح الخوت. انا الخوت ها الملح والبزار والكمون، ما كاين لا بزار لا والو، غير الملح الخوت. واحد نص معلقه ولا معلقه ديال الملح، راه الملح ضروري. راه الا لاحظتي واحد القضيه نتوما الخوت، اللوح الملح للحمام شوف شنو غايدير ليه. هات ماكلاش، هادو ديال التفراخ اللي كياكلو. زدنا المليحة الخوت، غادي نزيدو الخوت هذا، عرفتي شنو هو هذا؟ واحد المعلقة ديال إلان، معلقة صغيرة تحت عندنا هنايا، هاهي معلقة صغيرة ديال إلان. راكم عارفين إلان شنو كيدير، الا انت يقوي العظام، الا هو اللي كيدير داك المخ ديال العظم، تيجبر العظم. الا راه خاطر كيعطيو الناس هنا، كيعطيو الا ها نتوما الخوت. معلقه نزيدو جوج معلقات، دابا نزيدو معلقه اخرى، غنخدمو اليد اللي مهرسه. واخا باقي كنحس بها انا الخوت. ها ها إلا نا إلا نا طيو إلا نا طيو إلا نا هايا طيو إلا نا نتوما نزيدو معلقة أخرى هايا وفقط صافي. الله يجعل البركة، حنا درنا إلا نجمعوه. اللهم يسير الجميع ودعيو معنا الإخوان، دعيو معنا. بعد ما درنا إلا نزيدو نحركو، راه هادشي راه ينفع الحمام وما يضرهمش الخوت. يقول لك لا، واحد يقول لك هذا الطاك يدير لهم هذا هذا. سيدي انا مسطي، راه واخا كنحرك راه ما كنحركش مزيان الخوت. هاد باقا التخليطه لتحت ما مقيوصاش. انا الاخوان انا، ودعيو معانا خاطر خويا ازولاي، خويا جمال المغيرات، تحياتي خويا الابطال، الناس اللي كيقدروا الولاعه جميعا. ومن بعد الخوت راه مازال غادي نحركو هادشي مزيان. من بعد الخوت ما درنا الا دابا كنديرو هذا، كنديرو واحد جوج معلقات ديال 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 بروتين ديال الرونفريد. هذا كا بلس كا، راه كلشي كيعرف الرونفريد، شركة الرونفريد. هذا بروتين، هذا بروتين انيمال كا بلس كا ديال الرونفريد. كاين اللي كيقول لي كاكا كاكا كا بلس كا. درنا جوج معلقات، هادي راه تخليطه، هادي راه ما يعطيهاش لك وحده اخرى. درنا داك البروتين كنزيدو نخلطو. سير بابا سيرو ما طعنوناش، دابا باقي الحمام ما عطيتهمش يقصيو، ما عطيتهمش ياكلو عليها. وهادشي مازال الخوت، حنا كنوريكم الوصفه هادشي. انا غدا ان شاء الله غادي نعطيها لهم باذن الله. وهادشي دابا غادي نحرك مزيان، طاحنا شويه هادشي مازال، حتى من بعد غادي نحرك هادشي مزيان، نقسموه بانيو اخر، نجيني في واحد البانيو اخر ان شاء الله، وغادي نخلط هادشي مزيان، وغادي نغطيه بواحد الميكات السلوفان ونخلي ان شاء الله حتى الغدا عاد غادي نبدا نعطيهم ان شاء الله. وكاين اللي كيشد هذا وكيخلطها مازال مع التخليطه العاديه،
التخليطه الناشفه تيخلط مع هذه التخليطه هذه. حنا مازال غادي نزيدو نخلطو الخوت، حنا كنوريكم اشنو كاين. ومن بعد الخوت باقي لنا واحد ثلاثه العناصر، منهم هذا نزيدو لهم واحد شويه ديال انرجي. هذه كل انرجي تخليطها الخوت انرجي اكتيفاتور، انرجي اكتيفاتور. هادي راه غنديرو شي حاجه قليله. سير بابا سير، ها هما كياكلو هذيك اللي طاحت ليا. ها واحد كيتقف فيا انا الخوت. شوف شوف اشحال درنا، زيد واحد شويه انا الخوت. الله يجعل البركه. باقي لنا واحد جوج عناصر الاخوان، ان شاء الله نرجعوا هذا الحك ديالو. وخويا كمال الله يرحم الوالدين، هي وصفه زوينه وزوينه زوينه زوينه، باينه باينه غنيه 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 غنيه. الخوت هذه وقفي وقفي باش تصوري مزيان. هادي الخوت، هادي التومة، عرفتي واحد الريحة فيها. هادي التومة غبرة، كنديرو واحد نص معلقة حتى المعلقة ديال التومة غبرة. تحية لخويا عبد الله سعود، عبد الله البطل، البطل الكبير، البطل بدون منازع عبد الله سعود. تحية لعصبة الغرب كل المكونات ديالها خفيه ولي باينه. ها نتوما الخوت، شوف التصوير ما كتصورش مزيان، ما كتلا ما كتصورش مزيان. ها دابا واخا، هادي الثومه الخوت، هادي الثومه غبره. نزيد واحد شويه ديال الثومه. الثومه راك عارفين الثومه شنو؟ الثومه راه اونتي بيوتيكا الاخوان، الثومه اونتي بيوتيكا. هي الثومه غبره، الثومه كتقضي على الحناش، مضاد حيوي. واخيرا الاخوت، وليس اخرا واخيرا، شوف الخوت ها تما. ها زيدوا واحد شويه، لان عندنا التخليطه بزاف. هادشي غير ينفعك وما يضركش، هادشي راه ينفعك وما يضركش الخوت. هذا راه زدنا الخرقوم، راكم عارفين الخرقوم، الخرقوم كيداوي كيعالج الامعاء. الخرقوم كيعالج الامعاء او ميم طون بالنسبه للتريكومونوز، ما كينزل التريكومونوز، ما كيخليش التريكومونوز تطلع، فهمتي. وبالنسبه للجهاز الهضمي راه مزيانه الخوت، هاد الخرقوم الجهاز الهضمي. الخرقوم راه شي حاجه عظيمه. وهاد التخليطه كلها الاخوان تقريبا كلها طبيعيه، كلها طبيعيه الاخوان، كلها طبيعيه. وهادي غتقدمها بالصحه والراحه وما نعاودش لكم. وهي راه باينه، شوف شوف راه اي حاجه راه عينك كتحكم. الا كانت خدامه راه انت تقول تبارك الله راه خدامه هادي، يعني هادشي كله راه كيتعطى للحمام. الخرقوم كيتعطى للحمام، الثومه كتعطى للحمام، الزيت كيتعطى للحمام، دانون كيتعطى للحمام، البروتين انيمال كيتعطى للحمام، يعني كاع هادشي اللي درنا كيتعطى للحمام. وهذه ان شاء الله اذا بقينا في الحياه الخوت العام الجاي. وشوف هذه ما الولاعه، وسمحوا لي الا كنغوت الهضره ديالي، هي هذه راه اللي كاين كنقولهم ما كنخبيش. نعرفوا شي حاجه نعطيوها لخوتنا. هادي ان شاء الله دابا يا بنت لي بدات كتنشف، غادي نزيد نحركها مزيان. عرفتي شنو هي مزيان؟ مزيان ديال المزيان ان شاء الله. واحد طاس اخر وغادي نخليها ان شاء الله لنا لقاء باذن الله غدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. وواحد القضيه خوت، هذا اللي نسيناه، هذا الاخوان نسيناه، هذا بليس فيتامين اونتي بيوتيك، هذا نسيناه، هذا كنزيد منه واحد شويه، اللي ما غاديش نكثر بزاف. هذا راه اصلا ديجا انا كنعطيه للحمام هذا. هانتوما الخوت، السلام عليكم ورحمة الله. الخوت باقي لنا كيف قلنا لكم هاد المعلقة ديال هذا، راه زدنا واحد شوية ودرنا واحد شوية
وصافي دابا ان شاء الله الخوت غادي نحركوا ان شاء الله ونقدموا الحمام بالصحه والراحه. وليني ماشي اليوم حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نقدموا الحمام حتى تنشف نيتو تشرب هاد المكونات. ودعواتكم تهمنا الخوت، والله يرحم الوالدين الجميع. وتحياتي، واللي نسيتو يسمح لي الاخوان، الله يجازيكم بخير، اللي نسيتو يسمح لي، راكم عزاز كيف ما كتعيطوا لي، وراه شحال من واحد كيتلاقاني وتيشكرني، منهم الاخ الفلالي، تحياتي الاخ الفلالي. وما نساوش الاخ العماري من الرباط، تحياتي خويا وتنشكركم بزاف. ونسينا داك السيد واحد السيد نسيتو غادي نجبد سميتو خدام في مرجان، هو سلاوي معانا بحي السلام، معانا يمكن سلاوي خدام في مرجان. تنحييه الناس قاع ديال مرجان، كنحييهم مرجان اللي كاين بحي كريمه. سمح لي يا خاي نسيت على الاسم، الله الا نسيت على الاسم. يلا والسلام عليكم ورحمه الله. هادشي اللي بقى لنا في الذهن، هادشي ديال دانون. ايقول لي واحد شي البنت كدانون، ها نشي قال لي دانون اخي، ها نشي قال لي دانون. هادشي هذا ما بغيناش نضيعوه. يلا الخوت الله يحفظكم جميعا، وان شاء الله غدا غادي نبين لكم هاد الوصفه، غادي نعطيوها للحميمات، وان شاء الله هادي غادي تقعد الحمامه، تقعدوا الخوت، عقلوا معايا، اتقعدوا. والسلام عليكم ورحمه الله. يمكن كيبان لي بحال غادي نعطي دانون، هاكا وليدي هاكا، كل دانون هاك كل دانون هاكا معلقه هاك، يلا كل، عرفني كنضحك عليه، كلا دانون لا والو، الحق خاوي. يلا بابا يلا ماشي مشكل. يلا الخوت تحيه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.